هم الناس اللي ملتزمين بالعادات والتقاليد اللي ما يقبلون بناتهم انه تصادق وشخص يعني يصادقها وبعد فتره يلا يخطبها، بس هو يقبل انه اولاده يصادقون. فانت اللي ترضى على ابنك يصادق وبنتك ما تصادق فراجع نفسك، لان لا الدين يرضى بيك ولا حتى مساله النساء اليوم امهاتنا هم كذلك، تقبل على ابنها يصادق عادي ويتكلم بالتليفون عادي تمام ويدز رسائل عادي تمام وهي تستر له عادي، بس بنتها لا. فهذا الموضوع ايضا مرفوض. هنا نحن دا نتعامل ويا انسان تمام، الحب اذا كان صادق ما راح يكون بإساءة، لأن اللي يحب يحمي حبيبه. طيب احنا جينا تكلمنا عن مراحل الحب الأربعة، أول مرحلة بالحب هو الانبهار، أنا من حقي أشوف أي شخص أحبه تمام، ممثل ممثلة مطرب منشد كان من يكون، أنا مجموعة صفات ببالي أحبها تمام، فمن حقي أحب واحد واثنين وثلاثة وعشرة وألف. الثانية بعد الانبهار، أما المرحلة الثانية فهي راح تكون شوي أطول وهي مرحلة الإعجاب، لازم هنا يكون أكو تقابل، أكو كلام بينه وبينه، لأن بالانبهار ما يكون هذا يعني ممكن أني يحبني كثير، وخصوصا خواتي يعني بما أنه أنا مستشار نفسي وأسري كثير عندي، ولكن مو معناته أكو حب أكو لقاء وأكو كذا، لا هو موضوع انبهار مثل ما أني منبهر بكثير دكتوراتي وكذا اللي درست عدهم. بعدها مرحلة الإعجاب، مرحلة الإعجاب أكو كنترول، اكو تقابل، اكو كلام بيني وبينها، ممكن هنا نحدد نوع الحب اللي عندنا، هل الحب هذا حيستمر نحدده هل هو زماله او هو صداقه او هو اكو مشروع بيني وبينك ممكن يصير زواج، يعني هنا اكو فرق اليوم حتى احنا بالمفاهيم عندنا كل شخص نتقابل وياه نقول هذا صديق، لا ماكو شيء اسمه صديق، الاصدقاء على عدد اصابع اليد خمسه ما ممكن يتجاوزون، اذا صاروا سته او سبعه فهذول مو اصدقاء، انت حياتك بها خلل فراجعها، هذول زملاء، الزملاء ممكن يكونون كثيرين ولكن الاصدقاء يكونون ثلاثه اربعه. طيب هنا مرحله الاعجاب بعدها من يصير الاتفاق نتاهل للمرحله الثالثه وهو افضل انواع الحب، تصور اكو بعد حب اعلى ولكن افضل انواع الحب هو الحب الثالث اللي نسميه احنا الحب الصحي، الذي أحبك أنا كما أنت، وليس أني أحبه بالحب المشروط أنه أريد أغيره، أريد أغير من طبعاً. فهنا أنا بس تسمح لي أن طولت عليك، هي هاي تفسيرات كثيرة، يعني أكثر من أربعة اللي حضرتك طرحتها، هنالك التعلق المرضي، هنالك الحب يعني عن بعد، بس أكمل الحب يعني الرابع، عندنا هواية. الحب الرابع هو أسوأ أنواع الحب وهو الحب التعلق. احنا هنا اليوم بالزيجات اللي موجودة عندنا من الانبهار الى التعلق، انه اني ما اقدر اعيش بدون هذا الشخص، وهنا راح تنهدم العمليه الزوجيه. طيب فهنا بس اختم بهذا الكلام، انا اسف طولت، ولكن كل شيء تتعلق فيه في هذا الكون الله سبحانه وتعالى يسلبه منك، لان بما انه انت مو ملك نفسك فكيف تتعلق بالاخر؟ فالامال معقول على الله سبحانه يعني ماذا ترى اليوم في مجتمعنا هو الانجح، الحب عن طريق هاي الاربع الطرق اللي فصلتهن حضرتك او المراحل، او انه الاهل من يختار؟ بلي الاهل من يختار، الاهل. طيب هنا اذا الاهل يردون يختار فهنا ليش دائما الاهل يحكمون البنيه دون الولد؟ ليش الولد ما ينحكم؟ عملية زواج الصالونات اللي تصير أغلبها ممكن الولد همينها ما تأخذ غير بيت عمك، ما تأخذ غير بيت خالك، ما أعرف إيش، وتصير مشاكل بالأكثر. إذا أخذنا نسبة حتكون 80% على النساء أنه تقبل، خاصة بالعادات والتقاليد اللي موجودة اللي ما أرضى الله سبحانه وتعالى، ويمكن الشيخ أيضا يعيني بهذه المسألة، ما المسألة الفصلية وغيرها وغيرها من هذه الأمور اللي ما أعرف يعني تمام. أما الولد فلا قليل ما يحكم ويجبر على بيت عمه. طيب. وهذا الزواج مع شديد الأسف أنا ما أحب تكون عندي وجهة نظر، ولكن هي وجهة نظر الخاصة أنه زواج غير دائم وغير نعم.